قائمة النادي الأهلي في كأس العالم للأندية. بدأ يتقال كلام إن النادي الأهلي في ناس هتستبعد من القائمة. أنت مجبر بعدد ب23 لعيب، مش بكيفك يعني. ففي ناس لازم هتستبعد، وفي اسماء ناس شغالة عليها. انا مش هاخد من مواقع في القصة دي، شيل الكلام ده. ليه؟ لان دي اجتهادات. اجتهادات يعني ايه؟ يعني الكلام فيها يثير جدل، انما في الاخر الراجل ملتزم ب23 اسم فقط. يعني هو ملتزم ان ياخد 23 اسم. مين بقى ال23؟ مين هيخرج؟ هل هتبقى فيه مفاجآت؟ هل هتبقى فيه كده؟ على فكرة الكلام ده هيعلن خلال ايام، قائمة كأس العالم هتعلن خلال ايام مع النادي الاهلي. في لعيب اسمه موسوندا، ده بلجيكي، ده بيلعب في نادي اسمه انور ثوسيس، مش السوسيس اللي هو ما يتاكلش ده، لا اسمه كده ثوسيس فاماجوستا، ده نادي قبرصي. ده لعيب موسوندا ده بلجيكي، فجأة لجنة التخطيط مستر كولر بان هي بترشحه في حاله ان تم بيع مثلا اليو ديانج، انتوني مودست ماشي في يناير، يعني اي لعيب اجنبي. رشحت الراجل ده فيرود، هو فيرود، وقال لك ان لعب في انديه من تشيلسي وليفانتي وريال بيتيس وسلتيك، وان قيمته التسويه نص مليون يورو بحسب موقع ترانسفير ماركت، بس ما اعرفش لعب في الانديه دي في الاخر. يعني الحال وصل بيه القبرص مؤكد، يعني في حاجه، لكن هو من اللعيبه اللي هم شايفين وفق الدراسات اللي عملوها لعيب ايجابي جدا وسريع جدا وهداف، وينفع سواء كفيرود او على الطرف. ده من اللعيبه اللي بتترشح حاليا.